السلام عليكم. اليوم غنشوف صفحة 23 من كتاب أنا جيد في الرياضيات المستوى الرابع ابتدائي، مواصل مع درس ديال تنظيم ومعالجة البيانات. نتمرن التمرين الثالث، يقول يبين الجدول عدد أنواع الأشجار في ضيعة. هذا الجدول كيبين لنا شكل ديال الشجر في واحد الفيرما، بحال دابا أشجار، أنواع الأشجار وما هادو والعدد ديالهم، كل نوع شحال فيه العدد. بحال دابا الزيتون فيه 100 شجرة، التفاح فيه 20 شجرة، الليمون فيه 35 شجرة، البقوق فيه 45 شجرة. هذا هو الجدول، وهذا هو المبيان الدائري اللي كيبين لنا هاد الأشجار. يمثل المبيان الدائري، كيمثلنا عدد كل نوع من الأشجار. إذا ما عدد أولا هنا؟ نشوفوا عدد أشجار الضيعة. عدد أشجار الضيعة نحسبوه، عندنا مثلا 100 وعندنا 20 وعندنا 35 وعندنا 45، نحسبوا مجموع 100 زائد 20 هي 120 زائد 35 أو 20 155 زائد 45 كتساوي 155 زائد 45 كتساوي 200. إذا عدد أشجار الضيعة هو 200، 200 شجرة كاينة تما. قالك هنا باء، أكمل. اللون الأزرق يمثل أشجار شنو؟ الأزرق كيبان لكم كبير وكثير كاع. كاين الشجر اللي يمكن يمثلها هذا النوع، شوفوا شنو اللي كبير كاع، شحال اللي فيه بزاف ديال الاشجار، هو الزيتون. اذا يمثل اشجار الزيتون، كما كتلاحظوا بانه هو الكبير كاع، اذا هذا غيكون كيمثل لنا الزيتون. قال لك اللون الاحمر يمثل اشجار ماذا؟ كتلاحظوا اللون الاحمر هو الصغير كاع فيهم، الصغير كاع فيهم هنا شنو هو؟ هو التفاح. غير بالعين المجرده كنعرفو. عندنا ثاني اللون الاخضر هو اللي كبر من الصغير، هو الثاني في الصغر اللي كبر من الصغير. اذا نشتري شنو تبعها؟ تبعها الليمون 35، واللي كبير شويه هو البرقوق 45. من كتجيو تلاحظوا كتلقاو بان ها نبداو من الكبير، الكبير هنا شنو هو؟ ازرق، يمثل الزيتون، ها هو 100. اللي تابعو هو البرقوق 45، هو هذا البنفسجي يمثل اشجار البرقوق، ها هو. اللي تابعو الخضر، الخضر ثاني اللي تابعهم هنا هو الليمون، الخضر يمثل اشجار الليمون. والصغير اللي قليل مره هو اشجار ديال التفاح، كاينه غير 20 شجره هو كيمثلها هذا اللون الاحمر. واضح؟ نمر الان السؤال الرابع، لاحظوا السؤال الرابع، شوف شنو مطلوب منا. قال لك يبين المدراج، هذا هو الرسم المبياني بالمدراج. يبين اعمار بعض الحيوانات، يعني شحال كتعيش بعض الحيوانات، شحال السن ديالها كتعيش شحال كتموت، كم يعيش الجمال. حنا غنشوفوا هنا الحيوانات اللي معروضه، شكون الحيوانات اللي كاينه؟ كاين السلحفاه البريه هي مثل هنا، الفيل الافريقي هو مثل هنا، الجمل هو مثل هنا، الغزال الماسيدي هو مثل هنا، وهنا الاعمار ديالها مقابله معها، كل حيوان مقابل معه العمر ديالو. اول حاجه كيديروا في التمثيل كنبقاو نفكروا شحال من تدريجه كاينه، مثلا هنا ما بين التدريجه والتدريجه شحال كاين السن، مثلا هنا صفر شحال غتكون هنا 50، اذا هذه غتكون 10 20 30 40 50، هنا 60 70 80 90 100، اذا بصح كل تدريجه كتساوي لنا 10 سنوات. اذا قال كم يعيش الجمل؟ نبداو نقلبوا على الجمل في كاين الحيوانات المستحيوانات على الجمل، نبداو نقلبوا شحال كيعيش. ها هو هنا نمشيو معاه نيشان كنشوفوا هنايا الجمال، إذا بداو نحسبو 10 20 30، إذا شحال كيعيش الجمال؟ 30 هنايا، يعيش جماله 30 سنة. ما الحيوان الذي يعيش 100 سنة؟ إذا دابا مابقاوش نقلبو في الحيوانات، نمشيو نقلبو 100 سنة فين كاينة، وندوزو ديريكت ونشوفو شنو الحيوان هذا اللي كيعيش 100 سنة، هو السلحفاة البرية. السلحفاة البرية هي التي تعيش 100 سنة على حسب الجدول، هذا الرسم المبياني بالمدراج. ما الفرق بين عمر السلحفاة البرية وعمر الفيل الأفريقي؟ إذا عمر السلحفاة البرية عرفناه هنا، هي السلحفاة البرية هي 100، الفيل الأفريقي نقلبوا عليه، الفيل الأفريقي نشوفوا شحال، ها الفيل الأفريقي نطلعوا نشوفوا هكا شحال عنده السن، إذا هذه البلاصة هذه 50 60 70. إذا شحال العمر الفرق؟ اش كتعني الفرق؟
هاي السبعين ديال في الإفراك شنو هذا واش نديرو الزائد ولا نديرو الناقص؟ طلعت حنا نديرو الناقص نعرفو شحال الفرق بيناتهم. 100 ناقص 70 تساوي 30، إذا الفرق بيناتهم 30 سهم. إذا الفيل الإفريقي بحال دابا لو خيتو ولدو بجوج، الفيل الإفريقي كيموت، السلحفاة البرية كتبقى موراه 30 سهم عاد كتموت. قالك أم لا الجدول التالي؟ تلقى ماشي نجيبو براسنا، ناخدو من المعلومات كناخدوها من هاد رسم ميداني بالمدرج. شنو هو اللي عمره 100 سنة؟ شو هكا ندوزو هكا نيجا نهبطو السلحفاة البرية. إذا السلحفاة البرية شكون اللي عمره ديالو 70 سنة؟ شو هكا هو نسيرو هذا كبير بزاف، العمر ديالو 70 سنة، هات 70 الفيل الإفريقي الجمال شحال العمر ديالو؟ نشوفو الجمال نمشي هكا نيجا 30 سنة ياك. شكون اللي عنده 10 سنوات؟ شوف هكا 0 10 الغزال المسيري. الغرض من هادشي هو انك يشوفوك واش كتعرف تاخذ معطيات من هاد المدراج وتحطها في الجدول، واش تعرف تقرا المدراج، تعرف تقرا المدراج ولا ما تعرف ما كتعرفش تقرا. ندوزو للتمرين رقم 5. تابعوا معايا جيدا. التمرين رقم 5 يقول في الجدول، هذا الجدول هذا بيانات حول انواع السيارات في ورشه ميكانيك. هنا معلومات على انواع ديال الطوموبيلات اللي كاين عند واحد الميكانيك كيصلحها ياك. هنا نوع السياره، انا ما عطيكش الماركه ديال السيارات ولكن قال لك النوع واحد النوع جوج النوع ثلاثة النوع أربعة ياك. بحال مثلا النوع واحد فيات الاخرى رونو وحده بيجو وحده مرسيدس، هنا ما باغيش يدخلوا الاسماء ديالهم، قال كاين النوع واحد النوع جوج النوع ثلاثة النوع أربعة. عدد السيارات من كل نوع، مثلا النوع واحد فيه 15 النوع جوج فيه 0 النوع ثلاثة فيه 10 النوع أربعة فيه 5. قال لك أمثل بمدراج هذا الجدول، هذا الجدول عملت له مثلا نوع السيارة هما كاتبين نوع السيارة. إذا شعدنا من نوع واحد جوج ثلاثة أربعة، إذا نديرو النوع واحد ياك نوع جوج نوع ثلاثة على حسب الأنواع اللي شحال عندنا، نوع أربعة نوع بعد الأنواع هما درناهم كاملين هنا واحد جوج ثلاثة أربعة واحد جوج ثلاثة أربعة. واخ عدد السيارات هو عندنا هنا شحال ديما في الجدول اللي بغيتي تصاوب هذا رسمي يعني حاول تقلب ما يكونش عندك شي رقم كبار من داكشي اللي عندك، حاول تقدم مثلا 15 قدهم لي 15 مثلا كي نعطيك 30 دير كلشي جوج تدريجات في وحده باش يقدك الورقه اللي كانت عندك هي هذه الورقه فهمت. اذا ديما حاول اكبر عدد واصغر عدد كلشي يكون متبع عندك، ماشي انت عندك 15 وانت عندك حد 10 وقفتي لا، بس ديما يكون عندك هذا العدد يكون مناسب لهذا الشيء التدريجات كما قسمتيهم انت واضح. دابا نمشيو للنوع الاول 15 قال لك فين هو النوع الاول هو هذا فين هي 15 هي هذه عندنا وشنو قال لك؟ قال لك هذا شنو؟ هذا راه شنو؟ متراج. إذا نصابو هكا بهذه الطريقة نصابو جوج خطوط يطلعو من هنا ها هو 15. النوع الثاني فيه صفر، في صفر فين هو؟ صفر هو هذا الخط اللي غادي هنا. إذا النوع الثاني راه بقات في الخط ما طلعتش كاع راه في الخط خاوية. النوع الثالث 10، النوع الثالث فين هي 10؟ ها 10 نطلعو كما كتلاحظوا ها 10. النوع الرابع شحال فيه؟ فيه 5، فين هي 5 هي هذي حدنا هنايا ونديرو 6 احنا عندنا دابا الانواع هادو العدد ديالهم المدراج ممكن تلونو طلع بحال تلونو كيما بغيتو بلو اللي بغيتو. واضح؟ قال لك اتى شخصان جاو جوج ناس، دابا هذا الشيء الواقع راه ميكانيك هذا الشيء اللي عنده، قال لك جاو جوج ناس لاصلاح سيارتيهما. هذا مبيان دائري للمعطيات الجديده، اذا ملي جاو جوج طوموبيلات راه تبدلت شي حاجه يعني تزادوا جوج طوموبيلات، اما تزادوا على الانواع هذه الاخرين اللي كان فيهم ولا تزاد في هذا النوع هذا. هنا نشوف
قالك هذا مبيان الدائري المعطيات الجديدة، قالك هاد المعطيات الجديدة راه هي هنا، خلي هذا القديم وهذا الجديد، والكرات الدروج والطوموبيلات من النوع الذي يملكه هذا من الشخص، كاين يديروا نعرفوا تبع معاه 15 في 15 ها هي في كاينة في النوع الأول، هذه ما تغيرتش إذا بقات راسية. هذا احنا حيدناها خمسة، خمسة أين نوع؟ النوع الرابع هي خمسة هنا ما تغيرتش، إذا احنا حيدناها حتى هي العشرة في نهاية العشرة هي النوع الثالث، حتى هذه ما تغيرتش بقات عشرة. عندنا جوج، فين زادت هاد الجوج؟ جوج زادت في النوع، النوع اللي بقى، شكون هو النوع اللي بقى ما هضرناش عليه كاع هو؟ هو النوع الثاني، زادوا هاد الجوج، فين هي الجوج؟ واحد جوج فهمتوا؟ زادت هاد الجوج هنا، ما نخبقوهاش هنا ما نديروهاش هنا، ولكن هانتوما فهمتوا هاد الجوج اللي زادت، زادت في النوع، هاتي النوع الذي يملكه هذا الشخص اللي جا، يملكون النوع السيارات من نوع السيارتين من النوع إلى نوع الثاني، النوع جوج، النوع جوج اللي كان خاوي ها هو، ها هو النوع فيه جويج، حنا ما عندناهمش هنا ولكن هما مثلنا على حسب المعطيات الجديدة. ياك لماذا لا يوجد شريط ممثل للنوع جوج؟ هنا علاش ما كانش شريط؟ لأن كانت صفر، واش غنزيدو من راسنا؟ هنا صفر، هاي صفر راه كتمشي مع مع الخط بطبيعة الحال. هذه الصفحة 23 انتهى.